السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أظن أن الصوت مسموع. نعم، كما وعدتكم. شكرا. مساء النور أخي مصطفى، مساء النور لكل الحاضرين معنا، مساء النور لكل المتابعين، مساء النور لكل من يدعمنا عبر صفحاتنا وعبر مواقعنا وعبر مجموعاتنا، وكذلك من يدعم أفكارنا ويساندنا في نشرها وفي تنويرها. بعد التحية والسلام لكل المتابعين، لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، لكل من يتابعنا الآن، حتى من الصعاليك الذي تكلمت عليهم وقلت سأخبركم إن شاء الله في نهاية اليوم. هذا الفيديو راح نتكلم بالدارجة، راح نتكلم بلغة ليفهموها الكل في الجزائر، يفهموها لأنه فيديو موجه للجزائريين وموجه للشباب الجزائري وكذلك المتابعين الجزائريين. إذن بعد التحية والسلام لكل المتابعين أحييكم وأشد على أيديكم. اليوم عندي موضوعين هامين جدا، وسيكون لنا تدخل كل يومين أو ثلاثة أيام في موضوع هام جدا للتنوير وكذلك لشرح بعض الأمور المعقدة. إذن موضوعنا اليوم الأول والثاني. الأول هو كما ظهر واندهش الكثير من الجزائريين، لجان تهلل مساندة السعيد بوتفليقة لرئاسيات 2019، مساندة السعيد وفلان وفلتان، وننتظر الضوء وننتظر الضوء الأخضر والأحمر. المهم، وما كما رأيتم قبل أيام في غردايا، يعني نقول يعني خاصة هذا من الجماعة اللي رام يديروا فالهلهلة هذه، نقول لهم، وكذلك الكثير يعتقدون، الكثير أقول الكثير 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 يعتقدون أن الدكتور هو من طلب هذه الأمور. الدكتور مستواه لا يسمح له أن يتعامل مع 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 أصناف كهذه. يعني والله العظيم، يعني حتى ولو كان يحب يدير يعني وش راهم يتكلموا، ليس مع ناس كيما هذن، لانه له اصدقاء وله ناس يحبوه في النخبه، ناس مستوى عالي جدا وهما يقدروا يتكلموا. حتى هو ماهوش انسان يعني اللي يقدر، يعني اذا كان عنده في قلبه حاجه يخرج يقولها للجزائريين، يخرج يتكلم عن الجزائريين كامل. لماذا يطلب من ناس، يعني سامحوني، اكثرهم، لا اقول الكل لانه فيهم واحد الفئه قليله مساكن لبنيتهم ماشيين، لكن الكثير منهم، الكثير 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 عبارة عن صعاليك. وفي الجزائر ما أكثر الصعاليك اللي تمشي بأسماء الناس، يمشيوا بأسماء الناس، يقول لك فلان وفلان وفلان، وهما وهذوما اللي يتكلموا بأسماء، يعني راح نكون واضح، يتكلموا بأسماء يعني مسؤولين سامين في الدولة والناس عندهم نفوذ في الدولة، وهذا غير صحيح جدا. ما يسمعوا بهم، ما طلبوا منهم، ما طلب منهم الدكتور، ما حضر لهم، ما قال لهم ديروا. هذه ناس صعاليك يعني بأتم معنى الكلمة، وتأحدى أي منهم أن الدكتور طلب منه أي شيء، أو لجنة مساعدة أو منا أو أي شيء، أي شيء من هذه الأمور هذه لم يطلبها، ولا قال لهم ديروا لي تصاور، ولا قال لهم ديروا لي. خاطئين الناس اللي ما تعرفش العائلة تاع بوتفليقة، ناس يحشموا. أكم شفتوا، رأينا كثير من الصعاليك في الخارج حتى وصلوهم حتى في عرضهم، مثل نذكر بالأسماء، مثل هشام عبود، مثل زيطوط، لم يردوا عليهم بكلمة، قالوا لهم كلام وقال وصلوهم بشيء. وكاين كثير من الناس وتوصلهم، لكن هم يترفعون على هذه الأمور مثل هذه، لأنه كاين اللي يفهم وكاين اللي يعرف وكاين اللي يعني المقربين، الناس من المقربين منهم يعرفون أنهم ناس، كاين ناس تمشي بساميهم، ناس يدهشوا، ناس تخلع الأسماء، ما فهمناش. المهم، لكي أقولها بكل صراحة للكل، لكل من يسمعوني، أن هذه الصعاليك التي تمشي بأسماء الناس والتي تهلل، راح نقول لهم ديجا واحد، أنكم ضريتوا الدكتور أكثر ما عاونتوه. إذا كان راكم تشيتوا باش تقولوا باش نعاونوه، ولا باش راكم ضريتوه إعلاميا والصورة نتاعو شويه أكثر ما تساعدوه. إذا هذا يقول هذا، حتى على بالك وصل الله العظيم، حتى يعني امور يعني مش معروفه في الجزائريين. جزائري الجزائري كي شيت الدوله نتاعو، المؤسسات نتاعو، ماشي الاشخاص، ماشي، ما هي، نحن لا نعبد الاشخاص، نحن نحترم الاشخاص،
دكتور انسان محترم، ناس طيبين، ناس ولاد عائله، ناس يحشموا على روحهم. هذوما ناس عائله ابو افريقيا يحشموا الناس، يعرفون مش مهندسي، ناس هوايتهم السياسه، ناس المهم ما فهمتش انايا هذه الناس اللي كل يوم يخرج لنا مجنون ويتكلم لنا باسم سعيد ويتكلم لنا باسم فلان ويتكلم لنا باسم فلان لجلد فلان. وش بيك؟ وش بيكم؟ انا قالوا الشيطان تخلعوا في الناس ولا تشوكين في الناس ولا المهم هذا الامر هذا يعني مفروغ منه وما نكثروش فيه الهضره، لان هذه الصعاليك التي تمشي باسماء الناس لم يطلب، نعم لم يطلب منهم اي شيء، وحتى اذا كانت المونتورج هو لم يطلب من اي واحد، وكي يحب يديرها الدكتور كي يحب يديرها ولا يحب يدير اي قرار دونك يخرج هو ويدير بيان ولا يصرح. لكن عيب الرئيس بوتفليقه اللي هو تاجنا ويعني رئيس، مازال رئيس ومازال 2019 ومازال يعني قاعدين نديروا في حوايج يعني ما كومش ما تخموش الناس اللي ما تخمش، يعني الصفعه اللي تلقيتوها في غردايا درتوا باش تقولوا باش يعلن من هناك وما يعني فضلكم يجي وما ردش عليكم وما يردش حتى لو ردكم. استحوا ايها الصعاليك لانه الجزائريين راهم فاقوا بصعلكتكم، هذا ما كان. المهم برك باش ما تخلعوا باش لا سي سليمان صراوي انا نقول هكا لكي هذا ما يدهشوش الناس وما يكتبوش الناس، لانه لا يطلبوا من واحد، لا يمشيوا باسم واحد، لا يعملوا اي شيء باسم واحد. ثانيا الموضوع الثاني، الموضوع الثاني هم صعاليك العقار في كل المدن الجزائريه، راح نعطيك يمشيوا باسماء كيفاه يديروا. هذه حاجه نبهكم عليها وننبه عليها الكثير، واتمنى ان الكل ينتبه لهذا الكلام اللي راح نقوله ويسجلوا ويفهموا وينشروا ويفهم الناس. قمنا ببحث، هذا بحث ميداني، وش يديروا صعاليك العقار. صعاليك العقار لماذا في الجزائر ونشوفوا كثير من الناس يقول لك فلان راهو عنده مثلا مسؤول سامي ولا ابنه يقول لك هذيك في وهر الدها كامل، والاخر يقول لك في قسطنطينه الدها كامل، والاخر يقول لك في عنابه الدها كامل تاع فلان، ملي تفوت يقول لك هذه تاع فلان هذه تاع فلان، تروح الصيف يقول لك هذا شريك مع السعيد، هذا شريك مع فلان، هذا شريك مع العامل، هذا شريك مع القايد، هذا تاع فلان. هذه كلها نسميهم نحن صعاليك العقار اللي يلعبوا بالناس وش يديروا. هذه انا شخصيا كنت مع انسان نفوت على واحد القطعه تاع ارض، هو نفسه لا يعلم انني اعلم انه هو مالك هذه القطعه. واش يديروا صعاليك العقار؟ ينشروا الاشاعات على اماكن اللي هي نتاعهم وينصبوها المسؤولين ساميين، المسؤولين ساميين او ابناء مسؤولين ساميين. ليس يعني راني مبرأ في في في, في يعني في, في الناس ولا ينسبوا هذه القطع الارضيه او يعني المؤسسات الى مسؤولين سامي، يقول لك هذاك ويخدم مع فلان، نذكر بالاسماء، هذاك ويخدم مع السعيد، هذاك ويخدم مع القايد، هذاك ويخدم على هذاك ويخدم مع فلان، يعني او يخدم مع ولد فلان. وهذو الناس لا علاقه لديهم بهذا من المسؤولين ولا يعرفونهم حتى يعني عمرهم ما شافوهم، لكن هو واش يدير؟ يروج في المدينه نتاعو سواء كانت الجزائر العاصمه او قسنطينه او باتنا او وهران او عنابه او اي مكان، يروج الاشاعات باللي راهي القطعه تاع الارض هذه، يقول لك مثلا واش يدير الاشاعه هذيك، تولي الناس مثلا المؤسسات الناس اللي تخدم تولي تمشي، كان نارو في الهشيم هذه الاشاعات هذه تمشي، ويقول لك من يولي يزيد واحد اخر كيسمع يقول لك هذه تاع فلان تاع المسؤول فلان، وهي لا علاقه له بها، لا علاقه بالمسؤول تماما. هذو صعاليك العقار هم من يحاولوا يحميوا نفسهم بالاشاعات هذه وتلفيق هذه الامور. نعم لي زيسكرو اخي فريد، يلفقوا يقول لك مثلا هذه او الشريك مثلا مع ولد جنرال فلاني او وزير فلاني او مدير فلاني او مسؤول سامي الفلاني. لماذا؟ لكي المصالح الامنيه ولا الناس تهدر، واحد ما يقدرش يقرب لها، يخاف يقول لك هذه او الشريك مع فلان، وهي كلها اشاعات. على بالك حتى مهما اختلفت مع ويحيى، مهما اختلف مع ويحيى نفس الشيء اللي تعرض عليه ويحيى، كل شيء لفقوه وردوه حكم الكرام، ردوه حكم يعني الشيء اللي تسمعوا فيه كامل 100% يعني 90% راهو كذب و10% صح، يعني نقولها لكم صراحه كاين صح لكن ليس بالصوره التي نسمعها، لانه ساعات اخرين ردوا لنا ناس تزير كاننا مالكينها، وين تروح يقول لك هذه تاع ولد فلان هذه تاع ولد فلان، وهي هذه نفسه اللي ينشر في الاشاعه هو من يملك هذه القطعه، هو من يملك تلك القطعة. لكن
نحن كالشعب الجزائري الإشاعة تمشي يعني يعني كس يعني كالنار في الهشيم، والإشاعات هذه تخدم هذه الصعاليك، يروح يحطوا عليه يقول لك شريك فلان أو يعرف. هذا من المسؤولين، نعطيكم صدقوني أقسم لكم بالله، المسؤولين السامين في الجزائر والله ما يستعرفوا بواحد. نقول نخرج لكم من الاخر، سواء السعيد سواء الهام سواء الجيت سواء اي، هذا المسؤولين هذا من الكبار في الجزائر والله لا يسمعوا بواحد، والله لا يخدموا مع واحد، والله ما يشتركوا مع واحد. والناس يحبوا يلصقوا الاشاعات للناس هذوما فقط لحمايه انفسهم، وهذا بما نسميهم الصعاليك. صعاليك العقار صعاليك تاعو رزقه، يروح يخرج للناس يقول لك هذيك هذيك تاع من؟ هي تاع ولد فلان. انت تقول رب العالي ولد الوزير فلاني او ولد الجنرال فلاني، هذيك راي تاعو يعني فريمون. تحتار تقول كيفاش هذه داوها كل ومن بعد هذه ينشرون الاحباط. لماذا؟ يعني هذا فقط لكي يسمعوا الناس، مثلا مصالح امنيه او مصالح ضرائب او المؤسسه. كم تعرفوا كاين شي ناس تخاف يقول كان هذيك البلاصه تاع فلان ولد فلان او شريك فلان، ما كان لها نضر هذه ما كانش. وحتى الناس اللي راهم يتم الضرائب ولا الناس المؤسسات، نحن في الجزائر ما نستعرفوا حتى بواحد تاع مؤسسات. اخدم خدمتك، اي واحد بعث له اكتب لي كري، ما تستعرف حتى بواحد، لانهم يكذبوا، راهم يكذبوا اقسم لكم بالله. صدقوني انها هي الصعاليك من تنشر الاشاعات على ابناء المسؤولين وعلى مسؤولين كبار. بس نحددوا ونعرفوا حوايج، كاين امور، كاين فاسدين، كاين اذا كان مسؤول اختلس مش ألف مسؤول، يعني في ألف مسؤول إذا كان مسؤول دار حاجة مش مليحة نروح نكبلوا من ألف مسؤول؟ كاين مسؤولين فاسدين، كاين الفاسدين في كل مكان، كاين ناهبين، لكن صدقوني أن أكثر الإشاعات وأكثر الأمور هذه تمر بهذه الطريقة التي أسميها أنا صعاليك العقار. وكثير من الصعاليك هم المالكين الحقيقيين وينشروا إشاعات بأن ذلك الملك لحمايته لمسؤول سامي، لكي لا يعني لكي لا يبتز ولا لكي لا يتعرض إلى مضايقات في مثلا يحب يخدم ولا يحب يدير يبني ولا يحب يدير يعني أمور تسهل أموره بالإشاعات. يعني الكثير ونعرف هذه أمور يسقط فيها الكثير، فقط هذه اللي نحب ننبه عليها لكي لا نسقط في الأمور هذه. والإدارات سقسي واللي يحب يبحث ويدير أي بلاصة يقولوا لك تاع ولد فلان، روح لدار التراب وروح أسأل، وروح حتى تخلص 100,000 ولا 150,000 وأسأل من الاسم. دوك تلقاه السيد اللي قال لك الإشاعة هذيك اللي طلعت منه الإشاعة هو المالك الحقيقي لهذيك المكان. لهذا ما يعني ما نجمش نتسرعوا، ولما يكون عندنا البيان لازم نكونوا في غير مستهلكين لهذه الإشاعات. هذه فقط النقطتين التي حبيت باش يعني نشرحهم لإخوتنا في كل مكان والمتابعين نتاعنا. النقطة الأولى تاع الصعاليك الذين يمسون بأسماء المسؤولين، يقول لك فلان وفلان، المسؤولين الساميين ما عندهم حتى صاحب، صدقوني ما يستعرفوا بواحد، والله ما يستعرفوا بواحد. وكاين شي ناس على بالهم بالكلام اللي راني نقوله وما يطلبوا حتى واحد. ونزيد نرجع للجماعة اللي راهم يهللوا ويديروا الصعاليك هذا نتاع مساند فلان مساند فلان، راه والله ما طلب منهم شيء ولا على بالو بهم ولا سمع بهم، بالعكس يعني يستحي حتى يبخصهم لانهم ناس ما تعرفش لا تبخص الناس، ناس تحشم على روحها معروفين، ناس تستحي، ناس تخجل، ناس هما يحشموا على عرضهم وهالناس هذا ما حبوش يحشموا على عرضهم. فقط انا حبيت نفضحهم على الصعاليك لكي لا يكملوا في كذبهم، واعرف انهم سيتهجمون على شخصي ويتهجمون على الكلام، لكن فقط لانور العقول وانور المشاهدين وانور المتابعين على زوز امور حساسه، ملفين حساسين جدا، لكي لا تكونوا خرفان او مستهلكين لما يجري. فقط كونوا واعيين ولا تكونوا مستهلكين، وان شاء الله نضرب لكم موعد المرة القادمة. كل مرة يكون هناك هذا هما ولد، نعم نعم أخي فريد، أكثر من ولد الحرام هذو هما اللي يمشيوا، بسم الله ما يخلعكم حتى واحد، خلعكم إلا القانون. كاين قانون، كاين مؤسسات في الجزائر اللي يدير يخلص، صدقوني كما قلتها لأخي محمد وأخي عادل وأخي منير والجماعة، الجزائر صعيبة على الدنيا، والله الجزائر صعيبة على الدنيا تاع الصح، وكل من عليها فان وكلهم يروحوا ويبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. المسؤول هذا يجي ويجي مسؤول واحد اخر اللي كما كان مسؤول اللي قبله وهي ماشيه، ولكن العلم تاع الجزائر يبقى دائما يرفرف. وتحيا الجزائر، الله يرحم الشهداء،
وتحية واحترام لكل أعوان الأمن وكل الجزائريين الواقفين ومرابطين الحدود، وكذلك نقول لهم كونوا رجال ولا تسقطوا في فخ الصعاليك لكي تحبط أفكاركم ويعني ينمي الحقد في قلوبكم. صحيح لا أكذب عليكم هناك فساد، لكن صدقوني حضرت يعني في أكثر، نعرف كثير من الرجال، والجزائر ما زالوا فيها رجال، والله ما زالوا فيها رجال. يعني نتمنى الخير لهذه البلاد، واش راح نديروا إن شاء الله ما يكون غير الخير. أحييكم، أخوكم عارف مشاكلك كل مكان، لتنوير العقول ولنشر السموم الإيجابية على شبكات التواصل الاجتماعي. أضرب لكم موعدا في المرة القادمة، موضوع أهم إن شاء الله، وأتمنى أن نرجع لهذه المواضيع التافهة، تفاهة هذه الصعاليك التي تكلمت عليهم. شكرا، أحييكم من باريس، سلام. لا تنسوا النشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أظن أن الصوت مسموع. نعم، كما وعدتكم. شكرا. مساء النور أخي مصطفى، مساء النور لكل الحاضرين معنا، مساء النور لكل المتابعين، مساء النور لكل من يدعمنا عبر صفحاتنا وعبر مواقعنا وعبر مجموعاتنا، وكذلك من يدعم أفكارنا ويساندنا في نشرها وفي تنويرها. بعد التحية والسلام لكل المتابعين، لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، لكل من يتابعنا الآن، حتى من الصعاليك الذي تكلمت عليهم وقلت سأخبركم إن شاء الله في نهاية اليوم. هذا الفيديو راح نتكلم بالدارجة، راح نتكلم بلغة ليفهموها الكل في الجزائر، يفهموها، لأنه فيديو موجه للجزائريين، موجه للشباب الجزائري وكذلك المتابعين الجزائريين. كل أسماء مثل هشام عبود، مثل زيطوط، لم يردوا عليهم بكلمة، قالوا لهم كلام وقال وصلوهم بشيء، وكاين كثير من الناس وتوصلهم لكن هم يترفعون على هذه الأمور مثل هذه، لأنه كاين اللي يفهم وكاين اللي يعرف وكاين اللي يعني المقربين، الناس من المقربين منهم يعرفون أنهم ناس كاين ناس تمشي بساميهم، ناس يدهشوا، ناس تخلع على اسمها، ما فهمناش. المهم لكي أقولها بكل صراحة للكل، لكل من يسمعوني، أن هذه الصعاليك التي تمشي بأسماء الناس والتي تهلل، راح نقول لهم ديجا واحد أنكم ضريتوا الدكتور أكثر ما عاونتوه. إذا كان راكم تشيتوا باش تقولوا باش نعاونوه ولا باش راكم ضريتوه إعلاميا والصورة نتاعو شوية تقولوا أكثر ما تساعدوه. إذا هذا يقول هذا، حتى على بالك وصلوا الله العظيم، حتى يعني امور يعني مش معروفه في الجزائريين. جزائري الجزائري كي شيت شيت الدوله نتاعو المؤسسات نتاعو، مش هيتش الاشخاص، مش هي نحن لا نعبد الاشخاص، نحن نحترم الاشخاص. دكتور انسان محترم، ناس طيبين، ناس ولاد عائله، ناس يحشموا على روحهم، هذو ما ناس عائله ابو افريقيا يحشموا، الناس يعرفون مش مهندسي، ناس هوايتهم السياسه، ناس المهم ما فهمتش انا هذه الناس لكل. اذا بعد التحيه والسلام لكل المتابعين، احييكم واشد على ايديكم. اليوم عندي موضوعين هامين جدا، وسيكون لنا تدخل كل يومين او ثلاث ايام في موضوع هام جدا للتنوير وكذلك لشرح بعض الامور المعقده. اذا موضوعنا اليوم الاول والثاني. الاول هو كما ظهر واندهش الكثير من الجزائريين، لجان تهلل مساندة السعيد بوتفليقة لرئاسيات 2019، مساندة السعيد وفلان وفلتان، وننتظر الضوء، وننتظر الضوء الأخضر والأحمر. المهم، وما كما رأيتم قبل أيام في غردايا، يعني نقول يعني خاصة هذا من الجماعة اللي رام يديروا فالهلهلة هذه، نقول لهم، وكذلك الكثير يعتقدون، الكثير أقول الكثير 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 يعتقدون أن الدكتور هو من طلب هذه الأمور. الدكتور مستواه لا يسمح له أن يتعامل مع 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 أصناف كهذه. يعني والله العظيم، يعني حتى ولو كان يحب
يدير يعني واش راهم يتكلموا، ليس اليوم يخرج لنا مجنون ويتكلم لنا باسم سعيد ويتكلم لنا باسم فلان ويتكلم لنا باسم فلان لجلة فلان. واش بيك واش بيكم؟ انا له الشيطان تخلعوا في الناس ولا تشوكين في الناس ولا في المهم هذا الامر هذا يعني مفروغ منه وما نكثروش فيه الهضره، لان هذه الصعاليك التي تمشي باسماء الناس لم يطلب، نعم لم يطلب منهم اي شيء، وحتى اذا كانت المونتاج هو لم يطلب من اي واحد، وكي يحب يديرها الدكتور كي يحب يديرها ولا يحب يدير اي قرار دونك يخرج هو ويدير بيان ولا يصرح. لكن عيب الرئيس بوتفليقه اللي هو تاجنا ويعني رئيس مازال رئيس ومازال 2019 ومازال يعني قاعدين نديروا في حوايج يعني ما كومش ما تخموش الناس اللي ما تخمش، يعني الصفعه اللي تلقيتوها في غردايه درتوا باش تقولوا باش يعلم من هناك وما يعني فضلكم يجي وما ردش عليكم وما يردش حتى لو ردكم. استحوا ايها الصعاليك لانه الجزائريين راهم فاقوا بصعلكتكم، هذا ما كان. المهم برك باش ما تخلعوا باش لا سي سليمان صراوي انا نقول هكا لكي هذا ما يدهشوش الناس وما يكتبوش الناس، لانه لا يطلبوا من واحد لا يمشيوا باسم واحد لا يعملوا اي شيء باسم واحد. ثانيا الموضوع الثاني هم مع ناس كما هذا لانه له اصدقاء وله ناس يحبوه في النخبه، ناس مستوى عالي جدا وهما يقدروا يتكلموا، حتى هو ماهوش انسان يعني اللي يقدر يعني اذا كان عنده في قلبه حاجه يخرج يقولها للجزائريين يخرج يتكلم عن الجزائريين كامل. لماذا يطلب من ناس يعني سامحوني اكثرهم لا اقول الكل لانه فيهم واحد الفئه قليله مساكن لبنيتهم ماشيين، لكن الكثير منهم الكثير 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 عبارة عن صعاليك، وفي الجزائر ما أكثر الصعاليك اللي تمشي بأسماء الناس، يمشيوا بأسماء الناس يقول لك فلان وفلان وفلان، وهما وهذوما اللي يتكلموا بأسماء يعني راح نكون واضح يتكلموا بأسماء يعني مسؤولين سامين في الدولة والناس عندهم نفوذ في الدولة، وهذا غير صحيح جدا. ما يسمعوا بهم ما طلبوا منهم ما طلب منهم الدكتور ما حضر لهم ما قال لهم ديروا، هذه ناس صعاليك يعني بأتم معنى الكلمة، وتأحدى أي منهم أن الدكتور طلب منه أي شيء أو لجنة مساعدة أو منا أو أي شيء أي شيء من هذه الأمور هذه لم يطلبها، ولا قال لهم ديروا لي تصاور ولا قال لهم ديروا لي خاطئين. الناس اللي ما تعرفش العائلة تاع بوتفليقة ناس يحشموا أكم شفتوا، رأينا كثير من الصعاليك في الخارج حتى وصلوهم حتى في عرضهم، مثل نذكر